of security in our region. This is what strikes me the most. Those that like this. هؤلاء الذين يعجبهم هذا الاتفاق ولا يعجبهم، لكن جميعهم يتفقون على أنه إذا لم يصبح هذا القرار مطبقا غدا سيكون هناك خطر على المنطقة من الناحية الأمنية وسيكون كارثيا. الشيء الوحيد الذي لا يحتاجه الشرق الأوسط الآن هو أن يكون هناك سباق نووي، وما دام لدينا اتفاق فاعل ويتم تطبيقه ينبغي أن نحافظ عليه وأن نبذل كل ما يمكن لكي تظل إيران ملتزمة بالاتفاق. والوكالة الدولية للطاقة النووية ملتزمة وتقوم بالمراقبة، مراقبة بنود الاتفاق وتطبيقه من قبل إيران. وينبغي أيضا أن نحافظ على مصداقية هذه الوكالة، لأننا نحتاجها وهي تحتاج هذه المصداقية لكي تراقب أي اتفاقية نبرمها. إذن بشكل خاص عندما نفكر في سيناريو المفاوضات مع بيونغ يانغ، فإن التراجع عن الاتفاق الوحيد الذي يعمل بشكل جيد سيكون خطأ كبيرا. لكن مرة أخرى شعوري والتزامي هو هذا باسم الاتحاد الأوروبي وباسمي الشخصي أيضا، أن نحافظ على هذا الاتفاق. إذن بصرف النظر عن كون الولايات المتحدة قد تراجعت عنه لتزيد يزداد خطر التصعيد، فتعتقدين أن هذا الاتفاق سيظل قائما بصرف النظر عن تصرف إيران؟ أنا لا أقول إنه أمر سيكون أمرا سهلا، لكن تصميمنا هو أن نحافظ على هذا الاتفاق قائما. البلد الوحيد الذي يمكنه أن يدمر هذا الاتفاق هو إيران، لكن الرئيس روحاني أكد نواياهم حول هذا الاتفاق. هناك اختلافات مع إيران مع أخرى، لكن هذه لا أقل قيمة من الأمر المشكلة أو المسألة النووية. هناك اختلافات في مجالات أخرى في اليمن أو في سوريا، يمكن أن نبني على أساس التطبيق الفاعل للاتفاق النووي لتغيير الأمور في المجالات الأخرى التي فيها اختلافات. ونحن مصممون على المحافظة على هذا الاتفاق ونحن متحدون في ذلك. وأعتقد أنه يمكنني أن أعلن اليوم أنني دعوت إلى اجتماع وزاري مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، ثلاثتهم معي، ثم نلتقي مع وزير الخارجية الإيراني ظريف. تعرفين أن هذا الاتفاق غير كامل. هل هناك أي فرصة لتحسينه باتفاق آخر حول الصواريخ البالستية؟ القاعدة الأساسية، لأن أقول قاعدة لأن يبدو أن القاعدة يتم قواعد يتم تأويلها بطرق مختلفة. المبدأ الأول في الدبلوماسية هو أنه يمكنك أن تعمل على اتفاقات إذا كان هناك مجال لفوز جميع الأطراف. ما الذي تستفيد منه جميع الأطراف؟ وأعتقد أن الاتفاق الإيراني نجح لأننا وجدنا مبادئ مشتركة تستفيد منها جميع الأطراف، بإيقاف العقوبات، والمجتمع الدولي استفاد من الأمن لأن إيران قد أخضعت نفسها لمراقبة دولية. إذن كان هناك مصلحة لجميع الأطراف. وأعتقد أن أي خطوة أخرى يمكن تحقيقها على أساس ما هو موجود الآن، من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن ندخل في مرحلة تفاوض جديدة بنقطة انطلاق تتمثل في التراجع عن الاتفاق الموجود، لأن الجانب الآخر سيقول
لماذا أدخل في مفاوضات جديدة إذا لم أكن أثق أنه في النهاية بعد ربما 12 سنة تتراجع الأطراف عن هذا الاتفاق؟ إذا كانت تلك هي النتيجة سيتم إعادة النظر فيها من قبل هذا أو ذاك، فأعتقد أنه بالنسبة لإيران وفي المسائل الإقليمية ينبغي أن تقوم على تطبيق ما لدينا الآن بالكامل، وإلا فإن المصداقية لأي مشروع قد لا تكون موجودة. نحن نحتفل بالعلاقات الأوروبية الأمريكية ونقول أننا نتقاسم القيم والمثل نفسها. الحقيقة هو أننا نتفق حول أشياء كثيرة، السياسات وأيضا مبادئ. كيف إلى أي مدى هذه الشراكة مستقرة برغم الاختلافات، مثل الاختلاف حول المسألة الإيرانية مثلا؟ أعتقد أن العديد من الأمريكيين يختلفون مع أمريكا اليوم، وهذه هي الديمقراطية. من الصعب أن نحدد وأن نعرف الولايات المتحدة على أنها واحد، هناك الرئاسة وهناك الكونغرس وهناك دول أخرى تتخذ مواقف مختلفة، كما حدث بالنسبة لكاليفورنيا التي لها موقف مختلف فيما يتعلق بتغير المناخ. ربما أمريكا نفسها هي منقسمة فيما بينها وتتساءل عن دور الأمريكيين في العالم. بالنظر إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة ليس كمؤسسات ومؤسسات بل أيضا كشعوب لشعوب. بالنسبة لإيطاليا من الصعب أن نتخيل أن الأمريكيين ليسوا هم أقرب حلفائنا، لأن التاريخ يجمعنا لكن التاريخ غير كاف. الاقتصاد هو المهم، هناك الكثير من الوظائف التي يتم خلقها وإيجادها في الولايات المتحدة وفي أوروبا بسبب هذه أو بفضل هذه الشراكة. لكن برغم الاختلافات فإنهم ما يزالون أقرب حليف لنا. لكن الاقتصاد أيضا مثال جيد لمجال يبدو أننا نتباعد وتتباعد فيه المصالح أيضا. قبل 4 سنوات العالم لم يصبح مكانا أكثر هدوءا. الرئيس ماتاريلا تحدث عن رياح الحرب التي تهب هنا. طبعا معروفة قائمة التحديات التي نواجهها. ما هو في رأيك المشكلة الأكبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟ إفريقيا. إفريقيا ربما هذا مفاجئ ولكنه ليس نزاعا واحدا، هي قارة بشعوب متنامية وهي جيراننا الأقرب. كنت أطير من تونس في ذلك الوقت إلى رئاسة الولايات المتحدة في مالطا من إفريقيا إلى أوروبا. نحن قريبون جدا، والتحديات السكانية والاقتصادية هي أيضا تحديات بالنسبة لنا. ولا أدري إن كان يمكنني أن أذكر تحديين آخرين، أحدهما سوريا الذي تنقصنا فيه قيادة دولية عالمية من الناحية الإنسانية والدبلوماسية، لكن الوضع صعب جدا وأنا غير متفائلة. والوضع في الخليج أعتقد مرة أخرى أن علينا أن نجعل إيران ملتزمة بالاتفاق النووي لكي نتفادى المزيد من التوتر في المنطقة. عندما نتحدث عن إفريقيا هذا الصباح الرئيس جاني تحدث عن خطة أوروبية إفريقية. كيف يمكن أن نقنع
الشعوب غير او الشعوب المتشائمه بان هذا مشروع في هذه مش في مصلحتنا للتحكم في الهجره من افريقيا. اولا لدينا خطه لافريقيا منذ سنوات، لدينا قيود في الاتحاد الاوروبي في المؤسسات، وهو اننا نقسم المبالغ التي نخصصها لأمور مختلفة تحت أبواب عديدة، لكن لو وضعنا الأموال الإجمالية التي أنفقناها في أفريقيا لتنمية المجال الإنساني والاقتصادي سنصل إلى مبالغ تتجاوز أي مشروع لما يشابه مشروع مارشال. هناك استثمارات هائلة في أفريقيا، والأفارقة يرون في أوروبا شريكهم وحليفهم وصديقهم الأول. هناك البعض لديهم مشاعر أو مشاكل جاءت بعد الاستعمار، لكن الأوروبيين والأفارقة يعملون يدا بيد، وأتمنى وأعتقد أن الرأي العام الأوروبي يفهم ذلك جيدا، لأننا إذا أردنا أن نتغلب على الإرهاب فإن هناك مكان ينبغي أن نستثمر فيه سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، وهو الحزام الساحل الأفريقي. ذلك هو المكان الذي نجد فيه معظم التحديات ويمكن حلها أو الحد منها. وأعتقد أن الأوروبيين يفهمون أن ذلك ليس صدقة، وأن لكنه في مصلحة أوروبا وأفريقيا أيضا. ليس هناك بلد عضو أن يكون فاعلا في أفريقيا أو غيرها وحده، بل ينبغي أن نقوم بذلك معا. الاستثمار في الأمن وفي الاقتصاد وفي الهجرة في أي بلد أفريقي فإن ذلك يتجاوز قيمته خطة مارشال. ذكرت سوريا وغياب القيادة والزعامة العالمية. هناك أحداث مختلفة في سوريا وفي أوروبا وهجمات إرهابية. ما هي الدروس التي يجب استخلاصها عما ينبغي أن نقوم به في المستقبل لكي نعالج هذا النزاع الذي انعكس بشكل خطير جدا على أماكن عديدة في العالم وفي أوروبا بشكل خاص؟ إنها حرب أهلية ومأساة، وقد تقود إلى حرب عالمية ثالثة. ما هي قدراتنا في أن نحلها؟ القدرة التي لدينا ومتاحة لنا نحن نقوم بها، وهي العمل الإنساني. لو نظرنا إلى الأعداد الذين يقدمون الدعم الإنساني في سوريا وخارجها هم أوروبيون، وأنا شخصيا أشعر بالاستياء من أن ذلك يعتبر شيئا إضافيا أو شيئا هامشيا. قد أكون ساذجة، ولكن أعتقد أن العمل الإنساني وحياة الناس مرتبطة بها. نحن نفعل كل ما يمكن لمساعدة الأمم المتحدة على حل المشكلة، وقلنا أن هذا النزاع ينبغي أن يتم حله تحت مظلة الأمم المتحدة. ثم المشكلة في مجلس الأمن الذي يصبح مشلولا بسبب حق الفيتو أو حق النقد. لقد وضعنا بمقاربة تعاونية مختلف الأطراف من روسيا إلى تركيا إلى إيران إلى مصر إلى يمكن أن تساعد وتدعم الأطراف السورية للخروج من الأزمة، ولكن ذلك النموذج لم ينجح لأن هناك انسحابات من بعض الحلفاء في العالم. يبدو أنهم غير معنيين أو مهتمين بذلك الجزء من العالم. صحيح أننا يمكننا أن نقوم بالكثير، ولكن لا يمكن أن نحل المسألة أو النزاع بأنفسنا.
ودورنا مهم مع الآخرين، ولكن نحن نحتاج إلى جهودهم في المجتمع الدولي. ومرة أخرى، يمكن أن يكون لك إرادتك السياسية ولكن تجبر الآخرين. الجهات القوية تقول لنا هنا أنه ينبغي أن ننهي هذا النقاش. نتمنى لك النجاح في جهودك وأعمالك.